أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الثورة التي عنونت الخارجية طرد قوات الاحتلال الأجنبي من سوريا ليس بعيد المنال مع المقاومة الشعبية والرفض المستمر لوجودها، وحملة شعبية عربية ودولية لرفع الحصار عن سوريا، كتاب ومفكرون عرب، فتح الجرائم الأمريكية ومحاسبة مرتكبيها. ومن الثورة إلى تشرين لنقرأ ما جاء فيها لليوم، ماذا يحدث في رأس العين المحتلة؟ انفلات وفوضى أمنية والعصابات المرتبطة بالاحتلال التركي تروع أهالي المنطقة وتسلب أموالهم وممتلكاتهم، وإغلاق 3 معامل لصناعة الأغذية تقوم بإعادة تصنيع المخلفات والتلاعب بصلاحية المنتج في ريف دمشق. ومن تشرين إلى الوطن لنقرأ ما جاء فيها لليوم، لافروف أهمية التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة، المقداد نقف إلى جانب روسيا وندين محاولات تقويض أمنها القومي، ولحماية المصالح الوطنية لدولته وبدءا من شباط القادم، بوتين يحظر تصدير النفط الروسي لدول تفرض سقفا لسعره. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست، بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك جراء العاصفة الثلجية. ذا نيويورك تايمز عنونت اليوم، عام 2022 غير كل شيء في ألمانيا. الغارديان كان عنوانها العريض، اتهامات للداخلية البريطانية بالتراجع عن تعهد تعزيز مواجهة العنف ضد النساء. وأخيرا البايس الإسبانية، إسبانيا تعلن عن خطوات جديدة لتخفيف تداعيات التضخم. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم، بنزيما كان يمكنه اللعب في كأس العالم، وبالدي يقترب من التجديد لنادي برشلونة. كوريا ديلو سبورت كتبت لليوم، إنيلي استقالتي مؤلمة، وألفونسو هدف الريال المستقبلية. جنون الحمقى عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء في تفاصيله. رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا يزال يراوح في ذات المكان بين جنون الواهم المهزوم بإنجازات هي والمستحيل صنوان لا ينفصلان، وبين فوضى التخبط ونطح الجدران لعله يجد ضالته التي تنتشله من المستنقع الآسن الذي أغرق نفسه وشعبه به عن سبق إرادة وتصميم. موسكو وهي المشهود لها بجنوحها التام إلى لغة السلام والتفاوض ولكل ما من شأنه حقن دماء الأبرياء، قرعت ناقوس الخطر وأكدت أن تصرفات نظام كييف في محطة زاباروجيا قد تؤدي إلى كارثة، لا سيما في ظل الاستهداف الأوكراني الممنهج للمحطة. كثيرة هي السيناريوهات التخريبية في العقول الإرهابية الأمريكية والأوكرانية والأوروبية المنقادة، وكثيرة أيضا الأيادي الإجرامية العابثة التي تحاول على الدوام المساس بالاستقرار والسيادة والتفوق النوعي الروسي، ولكن تبقى عزيمة موسكو على تحقيق النصر المؤزر أكبر من أي معوقات أو ألغام قد توضع على سكك المسيرة الروسية ما بين ألفينة والأخرى. وفي فقرة صحافة العدو، كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية أن روسيا طالبت إسرائيل بتسليمها ملكية 3 كنائس تاريخية في جبل الزيتون في القدس، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين الجانبين بسبب تبعات حرب أوكرانيا. وتضيف الصحيفة الصهيونية، رغم تلقي نتنياهو تهنئة متأخرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات، إلا أن الكرملين فاجأ تل أبيب بهذا المطلب.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان لا يجب الكذب على الأطفال بشأن بابا نويل. وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم، في كل عام من شهر كانون الأول تبدأ التحضيرات للاحتفال السنوي وتخيم أجواء الفرح على الأفراد، وينتظر الأفراد أو الأطفال كما الكبار الشخصية المحببة إلى قلوبهم بابا نويل، لكن الأهل في هذه الفترة يقعون في فخ الأكاذيب بشأن هذه الشخصية، حيث بينت دراسة نشرت على تويتر أن قول الحقيقة للأطفال أساسي لنموهم النفسي والعاطفي المتوازن كي لا يصدموا من قساوة الحياة، لأن أكاذيب الطفولة تولد لديهم مخيلة فاتنة عن الواقع، والكذب بهذا الشأن قد يضعف ثقة الطفل بأهله وببيئته أيضا. بسبب بدانتها، شركة طيران تجبر على دفع تعويض لفتاة برازيلية. عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله: اتهمت مؤثرة برازيلية على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى خطوط الطيران بمنعها من الصعود إلى طائرة تابعة لإحدى الشركات بسبب وزنها الزائد، ورفعت الفتاة قضية على شركة الطيران تقول فيها: إنهم لا يريدونني أن أصعد على متن الطائرة لأنني بدينة، لتأمر القاضية التي تولت القضية بدفع العلاج النفسي للمرأة حتى تتمكن من التعامل مع الضيق الناجم عن الحادثة. ويتضمن العلاج جلسة أسبوعية بقيمة 63 جنيها استرلينيا لمدة عام على الأقل، حيث استنكرت شركة الطيران ادعاءات السيدة مؤكدة أنها كانت فظة للغاية وعدوانية أيضا مع الموظفين عند تسجيل الوصول. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير.